الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث مع أبنائي حول هذه الليلة، ليلة القدر. أين تكون؟ يعني الزمان الذي توجد فيه. أقوال بسرعة، هنالك قول يشير إلى أن ليلة القدر في العام كله عليك أن تتربص بها طوال العام، هذا ضعيف. القول الثاني أنها في شهر رمضان، مزيانة سيدي، وهي في شهر رمضان. الثالث هي في العشر الأواخر، مزيان، هي في العشر الأواخر. والرابعة في الأوتار من العشر الأواخر، مزيان. والخامسة إن شاء الله تبارك وتعالى فين فين فين، هي ليلة 27 كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس. ابن عباس قال هي ليلة 27 لأنك يقول كنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني تقريبا إن شاء الله تبارك وتعالى سلام هي الكلمة 27، لأن هذه الصورة فيها 30 كلمة وهي جت في 27، كيقول لك هي جت بهذا الرقم 27. أما سيدنا ابن مسعود فيقسم بأنها ليلة 27. والحقيقة التي عليها الجمهور أن هذه الليلة هي في شهر رمضان وفي العشر الأواخر وفي العشر الأوتار الأواخر كما نص على ذلك رسول الله في أحاديث كثيرة. إذا في الأوتار من العشر الأواخر كان يقول تحروها فاش في الليالي الوتر من العشر الأواخر، إذا عليك أن تتحرى في هذه الليالي. أما قضية أنها إن شاء الله في ليلة 27 فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن ليلة القدر في عام من الأعوام التي صامها في المدينة علامتها أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجد إذا بالشتاء والغيث ينزل، فينزل على سطح سقف مسجد رسول الله من الجليل فيتسلل الماء فيصل إلى الرمل الذي يسجد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر وجود تلك الليلة هو أنه حينما يسجد على الرمل يصيبه في جبهته عليه الصلاة والسلام رمل، فكانت تلك هي الليلة 21. إذن فيقول العلماء أنها في العشر الأواخر وليست فقط في 27 ولكنها تنتقل في هذه الليالي، فعلى الإنسان إذن أن يجتهد في العشر الأواخر حتى لا يضيعها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن السؤال، لماذا أخفى الله تعالى هذه الليلة في العشر الأواخر ولم يقل هي ليلة كذا؟ انظروا، أولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله تعالى له حكمة من إخفاء أمور كثيرة فيها خير كثير، والحكمة هي أن يحرص الإنسان على أن يجتهد لكي ينال ذلك ولا يتكل. لو أنه علمت في يوم كذا لاتكل الناس وترك العمل ثم انتظروا حتى تأتي تلك الليلة لكي يقوموا بالليل ويفعلوا الخير، وهذا إن شاء الله ليست ما المقصود من العبد. العبد هو أن يعبد الله في كل وقت وأن يحرص على أن يتعرض للنفحات والرحمات في كل وقت، والله يعبد في كل وقت وليس فقط في يوم واحد. هكذا، هذه الأولى. ثانيا أن الله أخفى بعض الأمور الطيبة لكي يبقى الإنسان وجلا متحفزا منتظرا متربصا مستثمرا تلك الأوقات. بحال مثلا الله تبارك وتعالى أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا أخفى الصلاة الوسطى؟ لماذا؟ هنالك من يقول هي العصر كما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك من يقول العصر، هنالك من يقول الظهر، هنالك من يقول الصبح، هنالك من يقول، ولكن أخفاها الله تعالى لكي تحافظ على الصلوات الخمس كلها. فلو أنك حافظت على الصلوات الخمس كلها لم تسأل بعد ذلك أدركتها أم لم تدركها، فأنت مدركها لا محالة لأنك حافظت عليها كلها. الله تعالى أخفى ساعة الجمعة التي إذا صادفها العبد يدعو من خيرات الدنيا والآخرة استجاب الله. هنالك من يقول بعد الفجر، هنالك من يقول في ليلتها، هنالك من يقول عند طلوع الإمام، هنالك من يقول بعد عصر الجمعة، هنالك من يقول قبل غروب الشمس. إذن فهي مخفية، فلماذا أخفى الله؟ الحكمة هو أن يظل يوم الجمعة وجل القلب منتظرا متربسا عاملا يدعو الله تعالى في اليوم كله، فمن دعا الله في الجمعة كله وظل قلبه متعلق بخيرات ربه في اليوم كله إلا ونالها.
إذا فكذلك إخفاء ليلة القدر في العشر الأواخر هي لكي يستثمر الإنسان هذا الوقت في العشر الأواخر، فلا يضيع أبدا هذه الأيام والليالي. فمن حافظ عليها بإذن الله وحافظ على العبادات واجتنب المعاصي كان ممن ينال أجرها. هل اشتوا الحكمة إن شاء الله تبارك وتعالى؟ إذا هذا الحكمة إن شاء الله تبارك وتعالى من إخفائها. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته لكي يخبر الصحابة رضي الله عنه بليلة القدر لذلك العام. اسمعوا زين، اسمعوا زين. فلما ذهب إلى أصحابه وبينما يستعد النبي لإخبارهم وجبريل في طريقه بالخبر من رب العالمين، إذا بصحابيين يتلاحيان، أي يتواجهان بالكلام، فارتفعت أصواتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال: كنت جئت المعنى لكي أخبركم عن ليلة القدر، لكنها ارتفعت وارتفع علمها وغاب عني ذكرها بسبب ما وقع من الصحابة من شجار. ومن هنا نفهم أن من أراد أن يربح فضل هذه الليلة فينبغي أن يصلح حاله مع أحبابه، فإن قاطع الرحم طبعا لن يستفيد حتى ولو قام الليالي كلها. هذه الثالثة. الرابعة، عائشة رضي الله عنها قالت واحد المسألة عجيبة، قالت لي: يا رسول الله، أرأيت لو أنني علمت ليلة القدر وصادفتها أي دعاء أدعوه؟ أي دعاء؟ قال يا عائشة: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حفظوا هذا مزيان، هذا الدعاء ديال هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعود لك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعود لك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله أكبر. خامسا، ما الذي ينبغي أن تفعله حتى تحصل على أقل ما يمكن أن تفعله لكي تحصل على فضل ليلة القدر؟ زوجة المسائل، واسمهما: أن تصلي صلاة العشاء وصلاة الصبح في المسجد لا تفوتك تكبيرة الإحرام. الله، عقلوا معي مزيان، عقلوا معي. إذا أردت أن تنتفع وتحصل على أقل أجر من هذه الليلة فعليك أن تشهد صلاتي الصبح والعشاء في جماعة في تلك الليلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة الجماعة في، من صلى صلاة العشاء في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كان كمن قام نصف الليل. الله أكبر. ومن صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي من صلى صلاة العشاء في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام، ومن صلى صلاة الصبح في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام فكأنما قام الليل، وإذا قد فاز بفضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذا الأقل، هذا الأقل. الله أكبر. فإذا ضيعت صلاة العشاء في المسجد أو في صلاة الصبح في تلك الليلة حتى لو قمت الليلة كله فقيامك ناقص، وقد ذهب عنك زين خير كثير، والمحروم من حرم فضل تلك الليلة. أو ربي ربي. أخيرا أقول لكم، أخيرا أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة عباد الله، انظر إلى فضلها، ليلة واحدة. عمرو سمعتوا هذا الشيء؟ عمرو سمعتوا؟ من قام زيد ليلة القدر إيمانا، ما معنى إيمان واحتسابا؟ إيمانا معنى أنه مؤمن ومصدق أن الله جعل هذه الليلة التي أنزل الله في القرآن هي خير ليلة، والله يتفضل فيها وينزل فيها من البركات والخيرات والرحمة والمغفرة، ويعتق فيها خلقا كثيرا فتتجلى رحماته الواسعة على عباده. فمن آمن بهذا وصدق ثم قام بهذه الليلة احتسابا، أي يحتسب أجر عند الله، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم من ذنبه. نعطيكم واحد السؤال راهم يسقسوني، قال لك: سيدي، من قام رمضان ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، زعما
واش كلشي ذنوب ولا الصغيره والكبيره واللي بينكم وبين الخلق وبينكم وبين الخالق؟ ايوا اسمعوا نقول لكم، اسمعوا نقول لكم، غفر له ما تقدم من ذنبه، واسمعوا، يغفر الله تعالى الصغائر كلها ما تقدم كلها، اما الكبائر او التي بينك وبين الخلق هذا ان شاء الله تبقى يبقى فاش دائما، يبقى فاش في الحساب، لان ليست حقوق، هذه حقوق، هذه حقوق الاخرين يا اخي، هذه حقوق الاخرين. لكن روح نقول لك واحد القضيه، اذا صادفت هذه الليله وربحت هذا الاجر يمكن ان تاخذ اجرا عظيما، زيد تستطيع ان تؤدي به حقوق جميع من له حق عليك. الله اكبر، الله اكبر. ولذلك خصك تجتهد لعل هذه الليله بما تناله من فضلها وحسناتها وما يكفر الله من سيئاتها، ربما لعظيم الأجر الذي تأخذه يمكن أن يعطيك الله أجر عظيما، زيد تؤدي به حتى حقوق من له حق عليك. الله أكبر، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.